السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احبابنا؟ يا رب تكونوا بخير. ومعاكم علي من فريق EHD جيمرز. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن فريق الموسم، يعني الفريق ده اللي هنكونه ونقدر نكمل بيه الموسم كله مع بعض التغييرات طبعا الطفيفة اللي ممكن نغيرها في كل اسبوع يعني. تمام، فريق الموسم ده طبعا بيتكون من 15 لاعب. احنا عارفين اللي معانا 100 مليون مش هنقدر ان احنا نتعداه. تمام، طبعا كل فريق بنختار منه 3 لعيبة مش اكتر من كده، يعني ينفعش نختار 4 لعيبة او 5 لعيبة، هما 3 لعيبة بس من اي فريق بنختار. طبعا فريق الموسم ده لازم يكون فريق فيه توازن، بحيث ان احنا نقدر نكون اكبر عدد من النقاط الممكنة من هذا الفريق. تمام، الفريق ده هنكونه بناء على النقاط اللي خدوها في الموسم اللي فات. وطبعا اذا بدأنا مع حراسة المرمى هيكون معانا مارتينيز حارس استوان فيلا، تمام، عامل 5.5، وطبعا هو كان افضل حارس في الموسم اللي فات، جمع 186 نقطة. تمام، كان عامل 15 كلين شيت، ودي طبعا كانت حاجة ممتازة جدا منه، عشان كده احنا هناخد هذا الحارس هنعتمد عليه طول الموسم. تمام، هيكون معانا حارس احتياطي، وهو ممكن اقل حارس احنا اخترناه اللي هو شانشيز، طبعا ده حارس برايتون، جمع الموسم اللي فات 101 نقطة من خلال 10 كلين شيت فقط. تمام، يعني ده الحارس ده هنعتمد عليه في المطوشة اللي هتبقى صعبة على مارتينيز، يعني لو قابل مان سيتي، قابل ليفربول، تشيلسي، ممكن في الحالة دي نختار شانشيز بس يقف في الجولة دي، لكن غير كده احنا اعتمدنا كلي هيبقى على مارتينيز. تمام، اذا نزلنا للدفاع طبعا هناخد ارون فان بيسيكا من مانشستر، وطبعا جمع الموسم اللي فات 144 نقطة، هو عامل 5.5 مليون. تمام، قدر يحرز جونين وثلاثة اسيست و13 كلين شيت، يعني كمدافع هيبقى من اهم المدافعين عندنا في الموسم ده. طبعا بن شيرويل بردك من تشيلسي يعتبر من افضل المدافعين، جايب 139 نقطة الموسم اللي فات، 3 تجوان 6 اسيست و12 كلين شيت، يعني يعتبر من المدافعين المميزين جدا اللي ممكن نعتمد عليهم طول الموسم، هيكون مدافع ممتاز لينا. تمام، طبعا لو حكينا بردك على مايكل كين اللاعب بتاع ايفرتون، قدر يجمع 127 نقطة الموسم اللي فات، 3 تجوان 1 اسيست و11 كلين شيت، برضه هيبقى من المدافعين المميزين. تمام، نيجي للمدافع الرابع تراجت، طبعا هو برضك بيلعب في استوان فييلا، قدر يعمل 4 اسيست و16 كلين شيت كافضل المدافعين، لكن يعني عدم تمكنه من احراز اي هدف هو اللي خلى نقاطه ما تبقاش كتير، يعني توقف عند 138 نقطه فقط، لكنه هيبقى مدافع ايضا متميز نقدر نعتمد عليه كتير. تمام، عندنا مدافع اخر يعني خدناه عشان نكمل العدد كأقل المدافعين، وبرضك هو بيلعب في ولفرهامبتون، لعب 3300 دقيقة الموسم اللي فات، جمع 106 نقطة، يدوبك عنده هدف وحيد و10 كلين شيت. تمام، طبعا من المدافعين المتميزين برضك اللي نقدر نعتمد عليهم طول الموسم اذا جينا هنا ناحية الدفاع، هنلاقي طبعا عندنا في لعيبة زي كروسويل من ويست هام، دياز ممكن لو بدلناه بين شيرويل، طبعا ممكن نبدلهم مع بعض، كروسويل ممكن نبدله بدل فان بيسكا، طبعا نتيجة للنقاط دي فاحنا بنحاول نوصل لكم للأفضل. طبعا ممكن برضك بين شيرويل ينزل نحطه بداله كنسلو، لكن أنا حبيت أختار لكم التشكيلة اللي هي هتبقى متميزة شوية وهيكون أدائها ممتاز، يعني زي ما احنا شايفين كده واخدين ثلاثة من أعلى 7 لعيبة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ده هيكون خط الدفاع بتاعنا. طب لو جينا على خط الوسط، طبعا خط الوسط بتاعنا هيكون فيه برونو فرنانديز، لاعب مانشستر، وهو اكتر لعيب جاب الموسم اللي فات نقط في الفانتازيا، جاب 244 نقطة، طبعا 18 هدف و14 اسيست و13 كلين شيت، يعني يعتبر من الخط من لعيبه خط الوسط الممتازين جدا، هيلعب طبعا مع مان يونايتد موسم ممتاز اتصور الدواء يعني. طبعا نيجي بعد كده حبيبنا طبعا محمد صلاح لاعب ليفربول،
طبعا جاب 231 نقطة في الفانتازيا الموسم اللي فات، جاب 22 هدف و6 اسيست و11 كلين شيت. طبعا هيبقى من اهم اللعيبة برضك اللي هنعتمد عليهم. يجي بعد كده طبعا مونت، طبعا ميسون مونت يعني من اهم لعيبة تشيلسي واهم لعيبة بخط الوسط الانجليز، جاب 147 نقطة الموسم اللي فات، 6 جوان و7 اسيست و14 كلين شيت. هي طبعا من اهم اللعيبة اللي نقدر نعتمد عليهم الموسم دو. معانا برضك توريس، طبعا اللعيب المتميز في صفوف مانشستر سيتي. طبعا هو الموسم اللي فات لعب 1000 وحوالي 300 دقيقة فقط، عمل 95 نقطة، جاب 7 تجوان و4 اسيست و7 كلين شيت. هيكون من اللعيبة الكويسة اللي نقدر نعتمد عليها في بعض الموتوشة، خاصة ان احنا عارفين ان مان سيتي بيدور اللعيبة بتاعته ما بتلعبش باستمرار عشان يريح اكبر قدر. طبعا هيجي بعد كده اخر لعيبة خط الوسط هو ستيوارت دالاس، لاعب ليدز، لعيب متميز. طبعا جاب الموسم اللي فات 171 نقطة، جاب 8 تجوان و3 اسيست و12 كلين شيت، يعني برضك هيبقى من اللعيبه الممتازه مع ليدز اللي نقدر نعتمد عليهم. تمام، برضك اذا حبينا ان احنا ناخد نظره على لعيبه خط الوسط اللي نقدر نعتمد عليهم، من الممكن طبعا ناخد سون بتاع توتنهام بدل صلاح او برونو فرناند حسب ما احنا هنحتاج. برضك ممكن ناخد ساديو ماني، هيبقى بدل صلاح او برونو فرناند برضك حسب ما احنا هنحتاج. ممكن ناخد هارتس بدل دالاس، الاثنين من لعيبه ليدز المتميزين. تمام، ممكن ناخد جون دوجان بدل توريس برضك في مانشستر يونايتد. طبعا رحيم السندرليج ممكن يخش برضك بدل صلاح او برونو فرناند. دي كده بالنسبة لنا أهم تشكيلات خط الوسط. لو جينا بقى على الهجوم، طبعا عندنا اللاعب المتميز هاري كين اللي خد هداف الموسم اللي فات وخدها من صلاح بفرق جون واحد، جمع 242 نقطة، 23 جون، 14 اسيست و12 كلين شيت. طبعا هو مهاجم انجليزي متميز جدا نقدر نعتمد عليه طول الموسم ده بأريحية. اخيرا طبعا هيكون عندنا وقبل الاخير يعني بومفورد، باتريك بومفورد لاعب ليدز، طبعا مهاجم ممتاز جدا، قدر يحرز الموسم اللي فات 17 جون، جمع 164 نقطة وعنده 11 اسيست و10 كلين شيت، يعني نقدر نعتمد عليه اعتماد كويس. اخيرا برضك نقدر نعتمد على بنتيكي، طبعا هو مهاجم كريستال بالاس، جاب الموسم اللي فات 106 نقطة، عنده 10 تجوان، 2 اسيست و5 كلين شيت. تمام، اذا طبعا حبينا نبص برضك على لعيبة الهجوم المتميزين عندنا، هيكون برضك في جيمي فاردي ممكن نحطه بدل كين. تمام، في طبعا ويكنز، في كلايفرت، في فيرمينيو، يعني اللعيبة دي ممكن نحطها بدل بيمفورد او كين برضك. تمام، اذا احنا اخترنا هذه التشكيلة هيكون عندنا فيها معضلة وحيدة، ان احنا ما نقدرش نختار ثلاث لعيبة زي ما شايفين ارقامهم كبيرة جدا. ده هيدينا سالب 7.5 او سالب 7 او سالب 8. فالحل في الحالة دي ان احنا بنختار ما بين الثلاثة دول، الثلاث لعيبة الكبار، هنختار لاعبين فقط. تمام، يعني هنختار صلاح وفيرمينيو، وبالتالي هنختار مهاجم، او نختار فرناند وكين، وممكن نشيل صلاح مثلا، وهنجيب من خط الوسط لعيب برضك متميز اللي هو طبعا بيير ايميل هيبرينج، المهاجم او خط وسط الدنمارك، يعني لعيب متميز جدا، عمل بطولة ممتازة مع الدنمارك في اليورو اللي فاتت. احنا طبعا لو اخترناه هتبقى تشكيلتنا قفلت معانا بالمنظر دوه، وبكده يبقى معانا تشكيلة الموسم كاملة. طبعا ممكن خلال الموسم نغير برونو فرنانديز، تشيله مرة نحط صلاح، نشيل كين ونجيب صلاح وننزل حد تاني من المهاجمين، وهكذا. طبعا زي ما انا وريتكم ممكن مين الخيارات اللي ممكن تخش معانا في هذه التشكيلة، ولكن دي هتكون افضل تشكيلة ممكنة لينا خلال الموسم، تقدر تجمع لنا اعلى النقاط لانها كلها لعيبة ممتازة جدا جدا. وبكده اكون يعني نهيت معاكم هذا الفيديو. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.